كان اولا ما شاء الله الكنبه دي الكنبه دي تسوى كتير قوي يعني يعني يدفع فيها كتير وتتقيم بكتير ويتقال عنها كتير. اه والله يعني دول من اشهر صناع فن المزيكا في مصر والعالم العربي على كنبه واحده بصحوبيه وعلى قلب واحد. ده حاجه ذكاء عظم. ولكن هذا لن يدوم طويلا. احنا الاول دلوقتي ما فيش منافسه بس هنسالكم اسئله. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ ليا فلوس عند فنان او فنانه ما خدتهاش من اكتر من سنه؟ ده حصل لينا كلنا. حصل؟ لا كل واحد لوحده. صراحة الكنبة كلها هو المشكلة انه ممكن يكون نفس الفنان. ممكن بس ربنا ما بيباركش. والله ما بيبارك. طب بتدعي بتقول ايه؟ لا لا حزم ما بدعيش والله بحزم بس. حصل ولا ما حصلش مرة حلمت بكلام او لحن؟ حصل حصل حصل. انا فعلا بصحى بين الصحيان والنوم كده ممكن افتح الموبايل عشان اسجل حاجه وانام تاني. حصلت لي كتير برضه. اصحى اسجل وانام تاني. اصحى اسجل وانام برضه. انت بتصحى؟ لا انا اسمع يعني ده موزع فلازم يغش. انا حلمت الحاجه يعني لعبد الحليم ان انا وزعت لعبد الحليم. دي اضغاص واحلام بقى. والله كانت اغنيه ايه بقى؟ اهواك باين. ولحنتها ازاي؟ لا ان انا وزعتها له. وزعتها ان انا سافرت يعني الزمن ده وعبد الحليم. اه والله عبد الحليم قال لي انت اللي جاي يا توما. يمكن تكون رؤيه. يمكن تكون رؤيه. حصل ولا ما حصلش؟ وانا في المدرسه احيانا كنت بلحن الدروس في دماغي. ده اكيد حصل. حصل حصل ما حصلش. طب اركن على جنب يا عزيز. انت كنت لا عايزين نشوف اللي بيلحنوا دروسي. فكرونا حاجه لحنوها ايه دروس ايه. انا كنت لغه المانيه فكان في مايني شولي مخت اين رايز نغفين دين بينس دي هاو شات فون استرايش دورت جبت ايز خلاص كفايه اصلا. لا كتر خيرك. مدرستي مايني شولي مدرستي مخت اين رايزي عملت رحله نخ فين الى فيينا دين فين اس دي هاب شوت فون استرايش دي عاصمه استرايش. فانا كنت باخد الالحان المشهوره كان لحن العالم الله ماين شولي مختي مختي اين رايزي اين رايزي نخ فين دين فين اس دي هاب شوت ماين شولي مختي اين رايزي. فكده الله والله ممتاز. بيركب على تيمة من البداية. انت يا مديان ايه اللي لحنته؟ انا كنت في الجامعة في كلية التجارة. فكان عندي تعريف اسمه التأثير النفسي والإقناع والحس من خلال تبادل وجهات النظر بين طرفين أو أكثر لديهما بتباين في الآراء والأهداف التي يسعى كل منهما كده. فأنا هحفظ ده كله ازاي؟ أنا حفظته لحد دلوقتي بسبب اللحن. أيوه. فعملته التأثير النفسي والإقناع والحس من خلال تبادل وجهات النظر بين طرفين أو أكثر لديهما تباين في الآراء والأهداف التي يسعى كل منهما لتحقيقه تتعلق بقضية أو خلاف أو نزاع أو مسألة معينة. والتأثير النفسي والإقناع. والله بقت اغنيه والناس كلهم دخلوا معايا. ده مش لحن سهل ده بيطلع من بجد في سني وفي النص وجمله تتكرر التاثير وكل الناس طالعين بقى والله العظيم انت ممتاز.